الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا من قناة كليك التعليمية ستكون معنا حصة إضافية أخرى كذلك تضاف إلى معلوماتنا، وبالتالي وقع الاختيار هذه المرة على تمرين من تمارين الاختبارية التي اقترحت في شهادة التعليم المتوسط. وكما ترون إني أحمل الآن بين يدي اللي هو كتابي اللي هو المراجعة النهائية في الرياضيات، وبالتالي هذا الكتاب الموجود في المكاتب على كل حال فهو موجود في رقم التمرين رقم 7 الصفحة 48، والحلول كذلك فهي موجودة، وبالتالي سيكون معنا إن شاء الله هذا الحل المختصر والسريع جدا كيف نتعامل مع تمارين في مثل هذا النوع. إذا لو قرأنا في السؤال جيدا، سؤال راح يقول A B C مثلث قائم الزاوية في A. A H الارتفاع المتعلق بالوتر B C. بين أن A B أس نين تساوي B H في B C. وهذا سؤال نعم يعني أكيد أن أغلبية التلاميذ في ذلك الوقت حقيقة يعني وقعوا في 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 تناقضات، يعني كيف يمكننا استعمال A B أس نين تساوي B H في B C كأنه تمرين غريب، ولكن الحل تاعو إن شاء الله سنراه مع بعضنا فهو سهل ميسور. هناك ملاحظة أعطيت جاءت في السؤال، وهو هذه الملاحظة تعتبر ملاحظة توجيهية، يعني هنا يكمن الحل تاع هذا التمرين. معناه لو قرأنا السؤال يقرأ دائما من ألفه إلى يائه. الملاحظة اللي هي موجودة هنا وهو يمكنك الاعتماد على كوسينوس A B C. هذا الكوسينوس كيف نستعمله أو في أي مثلث راح نستعمل؟ قال لي في كلا أو في كل المثلثين A B C و A B H. إذا لاحظوا جيدا الآن الحل اللي راح نستعمله مع بعضنا. إذا في البداية طلب منا رسم مثلث A B C. نرسم المثلث A B C، هذا مثلث قائم الزاوية، وإحنا التشفير تاعنا أكيد سيكون اللي هي الزاوية القائمة. إذا قائم الزاوية في A بهذه الحالة AH، لاحظوا حتى الكتابة الرياضية AH وهو ارتفاع متعلق بالوتر BC، AH سيكون عموديا هكذا، لاحظوا، والارتفاع وقتاش يكون في المنتصف إلا في الحالات الخاصة بالنسبة للمثلث إذا كان المثلث متساوي الساقين أو مثلث اللي هو متقايس الأضلاع. هذا الارتفاع لاحظوا اللي هو نسميه AH راح يحقق لي هذه العلاقة. احنا في هذه الحالة ما عندي حتى معلومة معطات عدد رقم طول كذا إلى آخره، وإنما فقط الاستعانة بالكوسينوس. ماذا يساوي الكوسينوس؟ الكوسينوس إذا هناك سينوس كوسينوس لا تونجنت، وبالتالي إحنا قال لي لا أستعمل كوسينوس. كوسينوس أين أستعمله؟ تارة في المرة الأولى نستعمله في المثلث ABC، والمرة الثانية في المثلث ABH. نشوف وراء ABC ABC هذا المثلث الكبير، ثانيا المثلث ABH ABH. احنا كي درنا هذا التشفير AH منا اللي هو عمودي، اذا كذلك من الجهة المقابلة فهو كذلك موجود الزاوية القائمة. اذا نبدأ الان مباشرة كيف يكون الحل. الحل تاعنا وهو ذكر دائما في المثلث، دائما نبدأ في المثلث ABC هكذا، في المثلث ABC ABC لو كوسينوس تاع هذه الزاوية نقول كوسينوس الزاوية A B C هكذا A B C. ماذا يساوي الكوسينوس؟ هو أصلا يساوي طول ضلع المجاور على الوتر. إذا هذا المجاور، إذا نحن لا داعي لكتابة المجاور، وبالتالي سنكتب مباشرة ضلع A B اللي هو A B هكذا، هذا ضلع A B على الوتر اللي هو B C. هنا توقف العملية، هذه في الحالة الأولى. الآن نستعمل المثلث الثاني اللي هو كوسينوس A B H. إذا راح نقول في المثلث A B H كذلك هذا مثلث قائم، راح نستعمل نفس الفكرة اللي هي نحسب كوسينوس الزاوية A B C. إذا لاحظوا الزاوية A B C هي نفس الزاوية في المثلث A B H، إذا تارة نسميها A B H وتارة نسميها A B C نفسها تماما، وبالتالي يمكن نقول أن كوسينوس A B H هذه هي نفسها A B C تساوي كذلك إلى، لاحظوا أن أصبح المثلث A B أو A B H أن هذه الزاوية طول ضلع المجاور وهو B H وليس A B، لأن A B في هذه الحالة فهو وتر. إذا نكتبها على أساس
اللي هي عبارة على بي اش هكذا. اذا بي اش على الوتر هو ا بي. توقفوا هنا. اذا في هذه الحالة عندنا كوسينوس ا بي سي هاوش تساوي في المثلث، لو كوسينوس ا بي اش هاوش تساوي في المثلث الثاني، وبالتالي هذه تسمى علاقة رقم واحد وهذه علاقة رقم اثنين. من العلاقة من واحد واثنين ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان الزاويه نفسها ا بي سي هي الزاويه نفسها ا بي اش، معناها الكوسينوس تاع الاولى مع الثانيه فهما متساويتين. ماذا نستنتج؟ نستنتج ان الكسر ا بي على بي سي هكذا راح يساوي الى بي اش على ا بي. هل انتهى العمل؟ العمل فهو في يعني في النهايه. لاحظوا AB على BC تساوي BH على AB، هناك كسران متساويان. متى يكون الكسران متساويان؟ إذا علمت مثال الأطوال تاعهم أو بالأحرى علمت الأعداد الأرقام تاعهم إلى آخره. هنا ما كانش أرقام. هل ما هي الطريقة التي نستعملها حتى يكون الكسران متساويان؟ راح نطبق لي فكرة الجدا المتصالب. كأننا نقول AB هذه ضرب هذه تساوي هذه في المعنى AB في AB واش تساوي؟ تساوي إلى BC في BH. AB في AB رياضيا راح تساوي إلى AB وسنين تساوي إلى BC في BH. ومنه نكون قد أجبنا على السؤال المعطى في هذه الحالة اللي هو BC BH BH BC اللي هما عبارة على عملية ضربية عملية تبديلية. إذا نكون قد يعني لممنا بالموضوع، وبالتالي فهذا هو الحل الأخير، ونكون قد استفدنا بثلاث علامات في شهادة التعليم المتوسط. شكرا على الانتباه، وإن شاء الله في حصة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.